قايل لك بالنيابه عن باقي المعلمين يا سلطان، الناس قلقانه على بضاعتهم اللي عندك. تقلقش يا حماد، وعايزك تطمن المعلمين وقول لهم كل واحد هيستلم بضاعته وفيها بوسه كمان. انا البضاعه مخبيها في مخبأ محدش يعرفه الا انا، وانا لازم اسلمها بنفسي. ربنا يفك سجنك يا سلطان اخويا، بس فهمنا يا جدع، ده انا هتجنن. ازاي الحكومه كبست على المخبأ وما لقيتش حاجه؟ ستر ربنا بقى معلمين. ده ازاي بقى ان شاء الله؟ قبل ما الحكومه تهجم على المخبأ في ماسوره ميه ضربت في المخبأ، جريت بسرعه شلت الحشيش والسلاح وسبت شويه حاجات كده، رز وزيت، عملوها قضيه تموينيه. ربك ستر. بس ما تاخذنيش يا سلطان اخويا، احنا تاخرنا في تسليم البضاعه، ده هخسرنا كتير قوي. اي تاخير انا ملزم بيه تالت ومتلت. انتوا عارفين سلطان لا بيحبش ياكل حق حد. انت لازم تخرج من هنا بسرعه يا سلطان عشان ترجع الفرن لك حورها. مش فاهم تقصد ايه. طب ليه كده يا حماد؟ تقصد ايه؟ حماد كان عايز يقول لك على الواد سامسون والواد عتبه، العيال ما صدقت ان انت دخلت السجن من هنا وحطوا ايدهم على الموقف ومدورين عافيه على السواقين كلهم. الكارتة يا سلطان بياخدوها الطقطقين واتقاتلوا على ابنك الضبع وضربوه على الاهل. الضبع ابني؟ ضربوه؟ يا ده الكلب بيحسبوني ان انا واخد فيها تأبيد ومش طالع تاني، لكن على الطلاق بيت تلاتة لا طالع ومعلمهم الادب. ايش 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 خير يا عبد الله؟ الشياكه دي كلها الغالي تمنه فيه برضه. اه بس يا خوفي عليك من الغالي ده لحسن يفتكروك صاحب الشركه. اسمع من بقك ربنا اكون صاحب الشركه انا ورا يا رب. بس تصدق لايقه عليك. شفتي وانت كمان شكلك هتبقى لايقه عليها. اللي هي مين الشركه يا عبد الله؟ ايه في ايه؟ مالك اتخذت كده ليه؟ هتاخد ليه؟ يلا انا ماشي هتكل على الله. عبد الله ايوه خلي بالك منها عشان ملهاش غيرك. الشركة برضو؟ لا نوارة. نوارة اللي بتحبك يا عبد الله. يا بنت انت حبيبتي، انت عمري كله. انا بحبك يا نوارة بجد، بحب ضحكتك. اضحكي، مالك مكشرة ليه؟ اضحكي يا بنت. ايوه كده حبيبتي يا بنت، ربنا يبارك لي فيكي ويخليكي.